صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن. صدق الله في كل وقت وحين، صدق الله في كل ما قال وفي كل ما أخبر، لكن هل كان من الهدي ختام القراءة بصدق الله العظيم؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نتورط ونقول إنه بدعة كما قال بعض من لا يعلمون.